معنا من الخرطوم مراسلنا خالد عويس. خالد، نطلع منك بداية على آخر الأرقام التي حصلت عليها فيما يتعلق بهذه السيول والضحايا، وأيضا آخر المعلومات حول يعني الخطوات المتخذة من قبل السلطات لتفادي الأسوأ. نعم كارولينا، ربما القادم أسوأ حسب توقعات الأرصاد الجوية هنا في السودان التي تتوقع هطول أمطار غزيرة متوسطة إلى غزيرة خلال الأيام المقبلة في عدد من الولايات. حجم الكارثة يتضح من انهيار 15,000 منزل وأكثر بشكل كلي خلال الأيام الماضية، و 22,000 منزل بشكل جزئي في عدد من الولايات، طبعا إضافة إلى 79 قتيلا خلال الأسبوعين الماضيين في عدد من المناطق السودانية. هذا يوضح حجم الكارثة. هذه هي آخر الإحصاءات والأرقام. القوات الجوية وسلاح المهندسين في الجيش السوداني على خط الأزمة منذ ظهر اليوم، حيث كشف مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش أن القوات الجوية وسلاح المهندسين شرعا في إرسال زوارق وطائرات عمودية وفرق خاصة من القوات الخاصة التابعة للجيش السوداني للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ والإجلاء والإخلاء، خاصة في منطقة المناقل التي يعني عرضت منها الزميلة رشا الرشيد قبل قليل تقرير تحديدا من المناقل في ولاية الجزيرة، لكن طبعا مناطق أخرى أيضا أصيبت بأضرار كبيرة، خاصة في نهر النيل شمالا وفي كسلا شرقا وفي بعض ولايات دارفور أيضا. والمتوقع حسب الأرصاد الجوية ربما يكون أسوأ. إلى جانب مجهودات الجيش السوداني التي أعلن عنها اليوم، هناك مجهودات من بعض منظمات المجتمع المدني وكذلك الهلال الأحمر السوداني للنجدة والإسعاف، وخاصة ما يتعلق بأمصار العقارب والأفاعي التي طبعا تظهر مع وجود المياه الغزيرة، وكذلك طبعا بعض الأمراض المتعلقة بانتشار المياه بهذا الحجم. كارولينا، شكرا جزيلا لك من الخرطوم مراسلنا خالد عويس، شكرا جزيلا.